زامل. مين ومين بقى؟ برافو. حسكيال ها واشعياء النبي واشعياء المره دي اشعياء تسنين يوحنا. المره دي بقى مختلفه لان دي اول مره حد يلمح الجالس على العرش. المرتين الاولانيين حسكيال واشعياء كانوا لما شافوا المنظر كانوا بيوصفوا ان حوالين العرش بيقولوا كان حواليه أول مرة حد يلمح بعينه الجالس على إيه؟ العرش. بيقولوا إن المسيح
الخدمة ده عبارة عن ايه؟ معلش الخدمة ده هو بتبصوا حاجة شايفة ده زي كتاب كده أو لوحة كده جلد ملفوف عليها 7 أختين محدش عارف يفتحها، لكن واحد من 24 قسيس قال له قال له بتبصوا حاجة الأسد خارج من الست جوز هو الوحيد اللي الحق اللي يفتح القسيس بتاع الست ده عشان يعرف كويس. بدأ يفتح أول ما بيفتح أول خطوة بيظهر فرس أبيض والتاني فرس أسود. اللوحة ديت أو بيظهر منظر في السما تمام؟ يعني هو الكتب بيتشدد في السما بيظهر منظر في السما. بعد كده لما اتفتح الكتب الرابع ظهر فرس لونه ايه؟ أخضر قاعد عليه الموت أو الهوية. ده بيقول إن في بدعة كبيرة جدا انتشرت في الوقت ده بعد بقى عصر الاستشهاد وعصر انتشار الكلمة وعصر البدع. ظهرت بدعة كبيرة جدا في الوقت ده. حد عارف هي؟ لا أريوس كان بضع الحرفات. بعد ما خلصنا البضع الحرفات ظهر ايه بقى؟ عصر جديد ايه؟ لا عصر جديد دخلنا فيه ايوه برو ايوه عارفين بقى المرحله اللي دخل فيها الفتح العربي والكلام ده ظهرت يعني زي ما اتقال في التفاسير اللي هي بدعه كبيره في ناس كتيره جدا مشيت وراها Gracias.
كله واقع. ايه؟ كله واقع خلاص. احنا في الوقت ده. لما ناخد الانذارات هتحس ان احنا في اخر انذار تقريبا. لا احنا عايشين في الانذارات.